الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء. الطقس هيكون بارد في الصباح الباكر، دافئ بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتور منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أخبار الطقس إيه النهاردة يا دكتور منار؟ إحنا يعني لسه قايلين إن في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وده خبر سعيد لي أنا وزمايلي هنا في الاستوديو مصطفى وفسنت. هو بالفعل طبعا بنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة يمكن مكملة معانا اليوم وخلال الأيام القادمة، بحوالي يمكن اليوم حتى نرتفع عن الأمس بحوالي 3 درجات، لأن احنا متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 25 درجة مئوية خلال فترة النهار. ده بسبب ان مصادر الكتل الهوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة كمان امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا بيساعد بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، واحتسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار. خلال فترة النهار احنا هنحس بالأجواء المائلة للدفء على أغلب المناطق الشمالية مرورا بالسواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون خلال فترة النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس. أول ما أشعة الشمس بتغيب هيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن طبعا درجات الحرارة خلال فترة الليل اتحسنت بشكل كبير، بقينا نسجل درجات حرارة ما بين 12-13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فأجواء فترة الليل هتكون أجواء باردة إلى شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. كمان اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاض في الرؤية الأفقية. مع تكون الشبورة المائية بيكون في ساعات الليل المتأخر وبتستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس، يعني إن شاء الله ساعة بالكثير وتبدأ الشبورة المائية تتلاشى من على أغلب الطرق. بالإضافة كمان إن اليوم متوقع إن يكون في نشاط للرياح على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد عند مطروح والسلوم وسيدي براني، ونشاط الرياح ده هيكون مثير للرمال والأتربة فقط في المناطق الغربية. طبعا احنا بنقول متوقع ان يكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة وتكون ملحوظة اكثر مع يوم الثلاث والاربع والخميس الجايين ان شاء الله، لان متوقع ان العظمى كمان تزيد على القاهرة الكبرى وتوصل ل 28-29 درجة مئوية خلال فترة النهار، هنحس اكثر بالاجواء المائلة للحرارة. هيكون في أتربة عارقة ورمال مثارة يوم الأربع والخميس الجايين، فاحنا هنا لازم نحذر كل قائدي مركبات ومسافرين على الطرق، لازم تكون القيادة بهدوء تام لأن الظواهر الجوية بتأدي لانخفاض الرؤية الأفقية. تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر، خلال فترة النهار هتكون الأتربة والرمال المثارة. بالإضافة كمان يعني نخلي بالنا مش عاوزين نغير نوعية الملابس بشكل كبير خلال فترة النهار، لأن بعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى هتحصل انخفاض في درجات الحرارة، الأجواء الشتوية ما انتهتش، متوقع انتهاء فصل الشتاء 20 مارس، فخلال الفترة دي ناخد بالنا ما نغيرش نوعية الملابس بشكل كبير، ولازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14، وفي العاصمة الإدارية العظمى 26 والصغرى 13، في الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، وفي العلمين الجديدة 26 والصغرى 13، أما في مطروح فالعظمى 28 والصغرى 14، وفي دمياط درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13، في بورسعيد درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15، وفي الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 13. نروح سريعا للسويس، العظمى 25 والصغرى 14، وفي العريش العظمى 24 والصغرى 12، في كاترين درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 5، أما في طابة فالعظمى 24 والصغرى 14، في حلايب العظمى 24 والصغرى 17، وفي شلاتين العظمى 29 والصغرى 16.
شرم الشيخ جوها لا يزال دافئ، العظمى 27 والصغرى 17، وفي الغردقه ايضا العظمى 27 اما الصغرى 15. نروح للفيوم، درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11، وفي بني سويف العظمى 26 والصغرى 11، في الوادي الجديد درجة الحرارة العظمى 29 ولكن الصغرى هتكون 9، في أسيوط العظمى 27 والصغرى 9، وفي سوهاج العظمى 28 والصغرى 10، في قنا العظمى 29 والصغرى 10، وفي الأقصر برضو درجة الحرارة العظمى هتكون 29 والصغرى 12، وفي أسوان العظمى 30 والصغرى 12. ودلوقتي أعزائنا المشاهدين هنرجع لباسنت ومصطفى واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر.